شوف 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 طبعا بيجيبوا هذا طبعا اتمنى دور مني حالي دور في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم الاختصاص، تمكنت عناصر الشرطة بأمن ولاية المليعة ممثلة في فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المليعة بحر هذا الأسبوع من حجز كمية من المشروبات الكحولية ما مقداره 7470 وحدة من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى 9 أقراص من المؤثرات العقلية لغرض البيع دون رخصة، ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السل التجاري، بالإضافة إلى دراجتين ناريتين محذوفة الرقم التسلسلي. كما مكنت العملية من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، وعليه تم فتح تحقيق في قضية الحال، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية بالمنيعة.